بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين ودهر الدهرين امين. الانجيل اللي طار علينا النهارده من انجيل معلمنا ماري لوقا البشير الاصحاح التاسع من اي 10 لاي 17، وده اللي بنقوله على طول في انجيل الصلاه الساعه التاسعة، وقت ما الواحد بيكون رجع من الشغل او قبل ميعاد الاكل اللي احنا متعودين نتغدى فيه. وزي ما شفتوا ان هو انجيل البركة، انجيل اشباع الجموع من الخمس خبزات وسمكتين. ولكن عايز اركز معاكم في الدقايق اللي جاية على علاقة شخصية ما بين المسيح وتلاميذه. العلاقة اللي كانت ما بين المسيح وتلاميذه ان هو كان بيعرفهم كل حاجة بيعملها وبيقربهم ليه لكل طريق يسلك فيه. فهو اللي عرفهم، يقول لك الذين سبق فعرفهم هؤلاء عينهم. هو اللي عين التلاميذ وخلاهم مقربين ليه، وعمل دعوة لناس كتيرة، بس مش كل الناس اللي قبلت الدعوة. ففعلا في كتير مدعوين، ولكن قليلين هم اللي ينتخبون. بسبب ايه؟ هنعرف واحنا بنتكلم. طبيعة المسيح ان كان وهو ماشي كان ممكن ينادي يوحنا واخوه، يقول له ابني زبدي، يقول لهم تعالوا اتبعوني. ففي واحد كان ممكن مجرد ما يسمع الكلمة يقوم يتبعه على طول، ولكن في ناس جت للمسيح وقالوا له يا سيد نتبعك اينما تمضي. ساعة ما شافوا المسيح بيعمل معجزات وبيصنع ايات والناس بتجري وراه بالجموع، جم يجروا ورا المسيح. ولكن المسيح قال لهم لا، اللي جاي عشان الراحة وعشان المجد والكرامة وعشان يفتخر قدام الناس مش هيلاقي العلاقة الشخصية اللي أنا عايزها تكون معاه، لأن هو جاي وهدفه أو جوه قلبه حاجة تانية غير اللي أنا عايزه عشانها. وعشان كده هنلاقي إن ربنا يسوع المسيح حذر تلاميذه من 3 حاجات. أول حاجة المال، تاني حاجة السلطة، تالت حاجة الخطية. حذرهم، وزي ما سمعنا في البولس النهاردة بيقول إن محبة المال هي أصل لكل الشرور. فحذرهم من محبة المال، ورغم كده إن واحد من الاثنى عشر أحب المال فهلك. وهنا نجد خطورة التعليم، لأن كل كلمة بيقولها رب المجد يسوع يعنيها، وبيقول لنا كده إلى أن تزول السماء والأرض مش ممكن يزول لا كلمة ولا حرف من اللي أنا قلته. وعشان كده نخلي بالنا من هذا التحذير. واحد يجي يقول لا أنا مش بتفرق معايا الفلوس، وممكن أول ما تحصل حاجة أو دخله يقل أو يحتاج لحاجة تبص تلاقي يقعد يلوم على ربنا ويزعل من ربنا. طب وإذا جاله الفرج تبص تلاقي ساعات كتيرة بسبب كترة الفلوس اللي في إيديه ينسى ربنا اللي إداهاله. وعشان كده يخليه أول تحذير يعرفه لتلاميذه، يقول لهم ما تكونش هي دي الأهداف بتاعتكم. ونخلي بالنا إن التلاميذ أول ما بدوا خدمتهم كانت الناس لما بتيجي تبيع الحقول تيجي تحط الفلوس تحت رجلين إيه؟ الرسل. ما كانوش بيحطوها فوق دماغهم، لان بقت في مشكله ان لما يبقى حد محب للمال تبص تلاقيه ممكن يجاري الناس الاكابر ويجاري ويسير الناس الحلوه، ويفتكر يقولك هي دي الناس اللي بيجي من وراها خير، وقصده على الخير اللي ايه الماده اللي تيجي من وراها. لدرجه ان ممكن واحد مره من رؤساء الأديرة كان بيحب ربنا جدا وبيصلي كتير ولدرجة انه ائتمنوه ان هو يكون رئيس للدير. وهو رئيس للدير جه واحد غلبان يخبط على الباب. اما جه الغلبان يخبط على الباب راح البواب يقول له عايز ايه؟ قال له انا عايز اقابل رئيس الدير. قال له طيب هدي له خبر. راح قال لرئيس الدير قال له طب قول له استنى شوية. وهو بيتكلم خبط الباب تاني، قالوا له لا ده في ناس من الاعيان بتاعت البلد جايين عايزين يقابلوك. قال له طب دخلوهم. دخلوهم وقعد مع الناس الاكابر، قعد معاهم ساعه اتنين تلاته، وبعدين يجي الراجل الغلبان اللي على الباب يخبط مره تانيه يقول له بص قول للرئيس الدير ان انا عايز اقابله. قال له معلش اصل هو مشغول، طب انا هدي له خبر. يروح لرئيس الدير يقول له ما انت شايف يعني اسيب الناس دي واشوف ابص على حد تاني استنى ما يخلص.
خلصوا الناس دول وخرجوا، جم ناس تانيين أغنى منهم فدخلهم وقعدهم وأكرمهم وضيفهم، لحد ما الوقت وصل لغروب الشمس والراجل اللي واقف على الباب بره عمال يخبط يقول له ممكن أقابل رئيس الدير. ففي الآخر خبط وقال له بص قول للرئيس الدير هتقعد مع الأكابر والأعيان لكن عشائي لن تذوقه. بسبب إيه؟ إنه جري ورا المال، ورا الشخصيات اللي ليها مكانة في المجتمع، ولكن ما خلاش باله إن كل حد ولو كان غلبان ليه مكانة عند ربنا يسوع المسيح. يعني لو المسيح دخل في وسطنا دلوقتي مش عارف مين اللي هيعتني بيه ومين اللي هيرحب بيه ومين اللي ممكن يبعد عنه وهيفتكر إن هو بيطلب حاجة منه أو محتاج له. تاني حاجة حذرهم منها هي السلطة، لأن السلطة بتنفخ الإنسان وتخليه حاسس إن هو يؤمر. زي ما جه واحد للمسيح قال له كده أنا إنسان عندي سلطة، بقول لده افعل هذا يفعل، وده العبد يروح يعمل كذا يعمل، فأنا عارف إن الواحد اللي ليه سلطة. وعشان كده أما ادى للتلاميذ سلطان، السلطة تدي سلطان، ادالهم سلطان ان هم يشفوا الامراض ويخرجوا الشياطين، فرجعوا يقول لك رجع الرسل بفرح فرحين. قال لهم فرحانين ليه؟ قالوا له يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. قال لهم لا تفرحوا بهذا، اوعى تفرح ان انت بتخرج شياطين، لان في ناس هيقولوا أليس يا رب باسمك تنبأنا، أليس باسمك عملنا قوات، أليس باسمك أخرجنا شياطين. يقول لهم الحق أقول لكم لا أعرفكم من أين أنتم. فحذرهم من السلطة، لأن السلطة بتاخد الإنسان وتسحبه وتسحب أفكاره وتسحب مشاعره ناحية أهتم بإيه وأبدي إيه عن إيه، وتبص تلاقي الواحد دماغه كلها مشغولة في السلطة اللي هو ماسكها. ولكن في واحد يخلي ربنا يتسلط على كل حاجة في ايديه ويقول له يا رب انت انا مش هأتمر غير بأمرك ومش هعرف غير اللي انت بتعمله او تقولي عليه عشان اعمل بيه. وعشان كده الرسل كانوا على طول يقول لك ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا، كان في حديث دائم ما بينه وبين الرسل. ثالث حاجة حذرهم من الخطية، وهنا خلوا بالكم الكاثوليكون النهارده بيكلمنا عن خطيه صعبه جدا هي خطيه اللسان، وقال لهم كده لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخواتي لان في هذا ناخذ دينونه اعظم، لان اللسان الانسان ممكن يجره لكل خطيه. وسمعنا النهارده برضو في الكاثوليكون لما يقول له كده الانسان القوي هو اللي يقدر يلجم لسانه. ناس كثيره تيجي تقول اصل انا ما بعرفش امسك لساني، ما بعرفش ان انا اقود نفسي في الحتة دي، لو اتعصبت على طول بقول. وممكن حد حتى من غير ما يتعصب في قعدة نميمة تبص تلاقيه جاب كلام كتير ملوش لازمة، وبعد كده حتى لو ندم عليه بيكون طلع الكلام من فيه. فهنا يحذرهم خلوا بالكم من الخطية، لان مفيش انسان قوي الا ويكون يقدر يلجم لسانه. فالرسل عشان هيعلموا التلاميذ هيعلموا المسكونة كلها، فحذرهم لأن كل كلمة ممكن يكون ليها تأثير في الشعب اللي هم رايحين له. وعشان كده كان مهم جدا يحذرهم من أي خطية تجتذبهم، إن كانت محبة مال أو إن كان محبة السلطة. وحتى أما جم يتناقشوا مين فينا اللي هيكون أعظم، قال لهم مش زي إحنا، مش زي الأمم، مش الأعظم هو اللي بيقود، ده أعظمكم يكون لكم خادما. ما تحبوش السلطة، ما تجروش ورا الخطية، ما تحبوش الأموال لأن دي ضيعت واحد منكم. الحاجة المهمة إن كانت علاقة المسيح بيهم علاقة شخصية، يعني ساعة ما نادى كل واحد ناداه باسمه. وعشان كده تخلوا بالكم إن ما بيجي وفي ناس غير أسمائهم، وده اللي حاصل حاليا. اما بيجي حد يدعى للكهنوت او يدعى للاسقفيه او يدخل الرهبنه يعطوه اسما اخر. ليه اسم اخر؟
لأن الاسم بيدل على الشخصية، وإذا كان الواحد في حياته ماشي بشخص كشخص مهتم ليه اهتمامات أرضية، أما يجي يقول له لا أنت بقيت ليك طبيعة سماوية، يقول لك في السماء تتغير الأسماء، فأنت وأنت داخل على مكان سماوي بتاخد اسم جديد، وفي السماء هناخد أسماء جديدة لا يعرفه إلا الذي يأخذ. وعشان كده العلاقة الشخصية بربنا تدي 4 حاجات مهمة جدا. أول حاجة قوة حقيقية مستمرة أبدية، مش بس في الزمان الحاضر ولكن تمتد إلى الأبدية. تدي قوة حقيقية ضد كل حيل الشيطان، فعلامة الصليب تدي الواحد قوة حقيقية. نلاقي يجوا يشربوا ماري جرجس ويقولوا له اشرب بالسم ده لو كنت تقدر، فما يرشم عليه علامة الصليب يصير كالماء. طب يربطه ايديه برضه يقول اشرب من هنا ولا من هنا، وانتوا عارفين كلكم القصة. ونلاقي ان مجرد علامة الصليب هي قوة حقيقية لكل من يتبع شخص رب المجد يسوع. طب ما كانوش بيخافوا؟ ده مرة خافوا وصرخوا وهم في البحر عمال الأمواج تشيل وتحط فيهم، لدرجة إن هم دخلوا أيقظوا المسيح وقال لهم أما يهمك يا رب إننا نهلك؟ قال لهم ما تخافوش، كيف لا إيمان لكم؟ فهنا إدالهم القوة والسلطان إن هم مش بس يصنعوا الأشفية والآيات والعجائب، ولكن كمان حتى قدام الحاجات المخيفة أو الحاجات اللي ممكن تسموهم، أعطاهم السلطان أن يدوسوا الحيات والعقارب وكل قوات العدو. العلاقة مع المسيح بينهم كانت حقيقية. في ناس بتاخد العلاقة بربنا علاقة تمثيلية، يعني إيه؟ يعني أتكلم باسم ربنا، أروح باسم ربنا، أجي باسم ربنا، لكن علاقتي أنا بربنا مش موجود. ممكن أرشم الصليب على الأكل عشان ربنا يبارك الأكل، لكن أنا بقول له يا رب ده أنت ما تدينيش إن أنا أفكر غير في الطعام الباقي للحياة الأبدية. إن كنت أنا محتاج لهذا القوت الزمني، فإذا كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. هل أنا بالطبع اللي بيخليني إنسان حقيقي عايش بلا رياء في وسط الناس، ولا لينا بعض التظاهرات؟ التظاهرات يعني إيه؟ يعني ممكن أصلي وسط الناس كتير، لكن لو اتقفل عليا الباب لا ما صليش. وعشان كده يعرفنا رب المجد يسوع أما قال لنا متى صليت فأدخل مخدعك واغلق بابك، ومتى صمت، وانتوا عارفين بقية الآيات. العلاقة مع المسيح كانت علاقة مستمرة، ما كانتش أيام وما كانتش بحسب الحالة. يعني ساعات الواحد يبقى حالته كويسة تلاقيه قريب للكنيسة وبيحب الصلاة وفرحان بيها، وبعد شوية يبقى تعبان شوية تبص تلاقي يقولك ده أنا ليا 2 3 شهور، تبص تلاقي فترة الـ50 وفترة المصايف يقولك لا ده أنا ما فتحتش الأجبية وما صليتش. لكن اللي بيبقى تلميذ للمسيح لازم تبقى العلاقة علاقة مستمرة، لأن ممكن الواحد يجي في فترة الضعف يدخل له أي خطايا ومن غير ما يشعر. وعشان كده لازم تكون علاقة مستمرة. كمان ما وعدهمش بمراكز في الأرض، ولا وعدهم بأموال، ولا وعدهم حتى براحة. ده بالعكس قال لهم كده في العالم هيكون لكم ضيق، بس قال لهم ثقة بقى، عشان العلاقة بتاعتنا مش هتبتدي بس على الأرض، دي هتكمل كمان فين؟ في السماء. طب إذا كنا نتألم معه هنتمجد معه. طب اللي ساب حاجة على الأرض ده هياخد في الأرض وهياخد كمان في السماء. طب اللي أعطى هيعطى كيلا ملبدا مهزوزا فائضا تعطونا في أحضانكم. طب هنا الوعود عايزين نشوف بقى يا رب الوعود اللي انت بتقول لنا عليها، عايزين يبقى الغنى في ايدينا والمال تحت رجلينا لا يقول لك مش على الارض. انت على الارض هتدوق التعب، ولكن في السماء هتنال المجد. وعشان كده اللي بيتبع المسيح عشان راحة وقتية يقول له كده في الثعالب او جرى وفي طيور السماء او كار، اما ابن الانسان فليس له أين يسند رأسه.
إذا كنتم بتجروا ناحية الخبز يقول أنتم لستم تطلبوني لأنكم رأيتم آيات، ولكن لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. يعني في ناس بتجري ورا ربنا عشان البركة والشبع الزمني، ولكن اللي بيحب ربنا يخلي باله من الثلاث حاجات دول اللي حذر المسيح تلاميذه منهم: محبة المال والسلطة والخطية. وعشان تكون علاقة شخصية مع المسيح تكون قوية، تكون حقيقية، تكون مستمرة، ويكون الأجر الحقيقي بتاعها مش على الأرض ولكن في الأبدية، لأنها لكل مجد وكرامة من الآن للأبد. أخ نومت مين